حديث مع سركيس جوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. سركيس أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك. الله يسعد أوقاتك. دعنا نبدأ بالدولار الذي بدأ في رحلة ارتفاعات رغم أنها تراجعت قليلا الآن كما يبدو ربما للظروف الاحتقان التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بشكل عام هناك حالة ارتفاع في الدولار. هل هو ارتفاع ربما نستطيع أن نقول أنه تعافي ومعاودة للارتفاعات من جديد، أم أنها ارتفاعات مؤقتة محكومة بظروف؟ الظروف الحالية في الأسواق المالية العالمية تسببت في بعض الارتفاع بالفعل في الدولار الأمريكي، حيث أن الدولار الأمريكي يشهد بعض الطلب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأمد استحقاق 10 سنوات لتلامس خلال اليوم ويوم أمس مستوى 1.15%. لكن ما أود النظر إليه الآن هو التوقف في الاتجاهات الصاعدة التي حصلت خلال اليوم الماضي في أسواق الأسهم الأمريكية، وهذا التوقف في الاتجاهات الصاعدة تسبب في بعض عمليات جني الأرباح خصوصا مع انتظار المتداولين حاليا لإعلان نتائج الشركات الأمريكية. ونهاية هذا الأسبوع سوف نبدأ في استقبال بيانات من عدة شركات من قطاع البنوك الأمريكي، وهذا ما يجعل المتداولين حاليا أكثر حرصا وتأنيا في التوجه للأسواق المالية، مما تسبب في بعض عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي حصلت سابقا، وهذا صب في مصلحة الدولار الأمريكي. باعتقادي الحالة الإجمالية في الأسواق المالية ما زالت تميل نحو ارتفاع في شهية المخاطرة والبحث عن استثمارات بديلة غير نقدية، وبالتالي أعتقد بأن الدولار الأمريكي في ارتفاعه الحالي قد يكون ارتفاع محدود ويتبعه لاحقا موجات هابطة أخرى. وأريد أن أستشهد هنا ببعض القوانين والنظريات التي تتحدث عن الحركات السعرية، والتي منها نظرية تشارلز داو والتي يشير فيها إلى أن الاتجاهات الإجمالية في الأسواق المالية تهمش كل شيء وتستمر حتى ظهور ظروف تثبت عكس ذلك. وحتى هذه اللحظة الظروف الأساسية تثبت بأن الدولار الأمريكي من المرجح أن يستمر في موجته الهابطة التي بدأت منذ شهر 3 عام 2020، وبالتالي الارتفاع الحالي في الدولار الأمريكي رغم أني أتوقع أن يبقى لقليل من الوقت لكنه ارتفاع مؤقت ويعود بعدها للانخفاض من جديد. نعم سركيس، الأسواق تنتظر نتائج الشركات الأمريكية، في تقديرك أي القطاعات من الممكن أن تكون له نتائج إيجابية وأي القطاعات التي تأثرت ربما بكوفيد-19؟ هذه المعادلة التي شهدناها خلال 2020 ربما سوف تظهر أيضا ضمن نتائج الأعمال للربع الرابع الماضي من عام 2020، حيث أن العديد من الشركات تأثرت سلبا في مجريات وأحداث فيروس كوفيد-19، وأذكر منها قطاع الطيران والنقل، وهذا القطاع قد تأثر بشكل سلبي. لكن بالنظر إلى عام 2021 والتوقعات الاقتصادية بحسب صندوق النقد الدولي والتي يشير فيها احتمال عودة النمو الاقتصادي في العالم، ورغم أن ذلك لا يعني عودة حجم الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه في أواخر 2019 إلا أن ذلك يظهر بعض التعافي، لكن هنا المخاطرة مرتفعة جدا فيما يخص التعافي الاقتصادي العالمي. فنحن نلاحظ حاليا عودة تسارع انتشار فيروس كوفيد-19 مع ظهور السلالات الجديدة، وربما سوف نشهد خلال الفترة المقبلة بعض التعديلات على توقعات عام 2021، وبالتالي يجب أن نكون حذرين عندما نرجح أن تستفيد القطاعات خلال 2021. وأتحدث عن أسعار الأسهم، وهنا أعتقد بأن بعض الشركات والقطاعات مثل قطاع الأدوية وكذلك شركات صناعة الأدوية والمستشفيات، هذه القطاعات قد تكون من القطاعات الأقل مخاطرة، حتى أني أقرأ في بعض وكالات الأنباء لأن توقعات أغلب المحللين تشير إلى احتمالية مخاطرة منخفضة مقابل احتمال ارتفاع قد يكون معتدل نوعا ما في قطاع شركات القطاع الصحي، وهنالك أيضا قطاعات ربما سوف تستفيد بشدة في حال تم إثبات خروج الاقتصاد العالمي من ركوده بشكل تام. ومن هذه القطاعات مثلا قطاع التصنيع الذي لو تم إثبات بالفعل السيطرة على جائحة كورونا فربما سنشهد ارتفاعات كبيرة في قطاع التصنيع. لكن بالتالي إذا أردنا موازنة المخاطرة والعوائد فربما سوف تكون بعض القطاعات مثل القطاعات الصحية هي الأوفر حظا كمقاييس مخاطرة لعائد هذه السنة. نعم جيد. دعنا نختتم حديثنا بالنفط الذي هو ما بين الارتفاع وما بين التراجعات، وإن كان جولدمان ساكس يعني ربما ذكر في معرض توقعاته بوصوله إلى $65 للبرميل في الصيف، إلى أي مدى هذه
التوقعات واقعية؟ تبدو لي أن هذه التوقعات بالفعل واقعية، إذ أن المتغيرات المتعلقة ما بين فروقات الطلب والعرض ترجح أن نشهد استمرارية في الاتجاهات الصاعدة. لكن لو لاحظنا حاليا الأسعار المستهدفة لأسعار النفط حول 65 دولار، فربما تكون ليست ببعيدة على مدى هذه السنة من الأسعار الحالية. فالاتجاهات الصاعدة لأسعار النفط ربما سوف تستمر بالفعل، لكن هذا لا يدل على تعافي تام في الطلب العالمي. فالتوقعات بحسب منظمة أوبك ما زالت تشير إلى أن الطلب العالمي قد يبقى ما دون مستوياته لنهاية عام 2019 عند 100.1 مليون برميل يوميا. لكن في نفس الوقت الذي قامت به السعودية من تعهد بخفض الإنتاج بما يزيد عن اتفاق منظمة أوبك بلس، هذا أعطى بعض الدفعات الصاعدة لأسواق النفط، مما ساهم في دفع أسعار النفط للارتفاع. وأعتقد بالفعل أن أسعار النفط قد تشهد المزيد من الاتجاهات الصاعدة إن كان على مدى بقية هذا الأسبوع أو على المدى القصير. لكن في نفس الوقت هذه الارتفاعات الصاعدة حتى لو كانت سريعة لكنها قد تكون محدودة نوعا ما خلال الأيام المقبلة. سركيس تشوبريان، وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، أنا أشكر وجودك معنا في هذه الجولة.